أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أنا طاهر بركة أحييكم وإليكم العربية 360، حيث الخبر من كل زواياه ومن جميع جوانبه. بعد إرسال ردها على الاتفاق النووي الإيراني، أمريكا ترسل صواريخها فوق ميليشيات إيران في سوريا. في بيان حصري للعربية، هانيبال القذافي يؤكد أنه رهينة سياسية في لبنان ولا علاقة له باختفاء موسى الصدر. بعد 6 أشهر من حرب أوكرانيا وبدون أسباب معلنة، بوتين يقرر رفع عدد الجيش الروسي لأكثر من 2 مليون جندي. وفي العربية 360 أيضا وأيضا. أوروبا تشهد جفافا هو الأسوأ منذ 500 عام، ولكن كيف كان هذا الجفاف القديم؟ تتابعونا في العربية 360. الرد الأمريكي على نص الاتفاق النووي المقترح مع إيران معقول جدا. الكلام لجوزيف بوري مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي. وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يؤكد أن بلاده جادة بشأن القضايا العالقة في الاتفاق، لكنها لن تستعجل إتمامه قبل ضمان حقوقها. إسرائيل لا تزال رافضة بشدة، وزير دفاعها بني غانتس في واشنطن من أجل الضغط على المسؤولين الأمريكيين، كما يؤكد رئيس الموساد ديفيد بارنيا أن قرار ترك ملفات التحقيق ضد إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية مفتوحة هو عملية احتيال، وأن الاتفاق سيكون مبنيا على الأكاذيب. أما البيت الأبيض فيؤكد أن بايدن سيوافق على الاتفاق إذا رأى أنه يصب في مصلحة الأمن القومي الأمريكي، وإن لم يكن كذلك فتوجد سيناريوهات أخرى تستعد لها أمريكا مع شركائها. We have taken a deliberate and principled approach to these negotiations from the beginning, from the start. If Iran is prepared to comply with its commitments under the 2015 deal, then we're prepared to do the same. The administration, along with our allies, is preparing equally for scenarios with and without a mutual return to full implementation of the JCPOA. The president will only conclude a deal that he determines is in the national security interest of the United States. So, we have always said diplomacy is the way to get to a nuclear deal. رد الولايات المتحدة وإيران على الصيغة النهائية للاتفاق النووي وصل وسط تكهنات بفحوى ردي واشنطن وطهران. محادثات فيينا توقفت بسبب نقاط خلافية آنذاك، وتحديدا في ملف وجود اسم الحرس الثوري الإيراني على اللائحة الأمريكية للإرهاب. مستشار الفريق الإيراني المفاوض في فيينا محمد مرندي قال إن موضوع الحرس الثوري لم يكن شرطا مسبقا في المفاوضات النووية، مشيرا إلى أن واشنطن روجت مزاعم حول تنازلات قدمتها إيران، وأن واشنطن لم تعد تفاوض من منطلق المفاوض القوي. كان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي قال إن إيران قدمت تنازلات في بعض الحالات لإعادة إنعاش الاتفاق النووي، إلا أن الكثير من الفجوات لم تردم وما زالت موجودة. أضاف كيربي أن التنازل الإيراني سيقرب الأطراف من التوصل للاتفاق أكثر من أي وقت مضى، وقال إن بلاده لن تناقش الرد الإيراني علنا. في غضون ذلك نقلت صحيفة بوليتيكو عن مصدر قوله إنه بعد الرد الأمريكي سيكون على الجانب الإيراني القبول أو محاولة الحصول على مزيد من التنازلات. نقلت بوليتيكو أيضا عن مسؤول غربي أن من التنازلات التي ستمنح لطهران السماح لها بتخزين بعض أجهزة الطرد المركزي والمعدات الإلكترونية داخل البلاد تحت إشراف الوكالة، وكالة الطاقة الذرية، لاستخدامها مرة أخرى إذا انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق مرة أخرى. We'll be right back.
وبالنسبة للقلق الإسرائيلي، أشار موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي إلى أن مسؤولين أمريكيين أبلغوا مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال هولاتا بأن واشنطن لن تضغط سياسيا على وكالة الطاقة الذرية بشأن التحقيقات في أنشطة إيران النووية غير المعلنة. وأضاف المسؤولون الذين لم يسمهم الموقع، أضافوا أن البيت الأبيض نفسه نوه إلى عدم تخفيف موقفه بشأن القيود المفروضة على التجارة مع شركات إيرانية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. موقع أكسيوس كتب أيضا أن الولايات المتحدة لم تبدي كذلك مرونة تتعلق بالضمانات الاقتصادية التي ستحصل عليها إيران في حالة تكرار انسحاب واشنطن من الاتفاق. عندما صنفت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية عام 2019، كانت أول مرة تضع فيها واشنطن جزءا من جيش دولة أخرى في القائمة السوداء. وكان ينظر لهذه الخطوة بأنها أقراص سم ستجعل إحياء الاتفاق النووي صعبا إن لم يكن مستحيلا. على مدى أشهر جولات المفاوضات، لطالما أبقت إيران على مطالبها بالإبقاء خاصة على الحرس الثوري على اللائحة، أصرت واشنطن على ذلك، بينما أصرت إدارة إيران على إزالة اسم الحرس الثوري من الإرهاب. إدارة الرئيس جو بايدن تورطت كثيرا في هذا الموضوع حول ما إذا كانت سترفع الاسم أم لا، وسط أنباء عن نية لإبقاء فيلق القدس التابع للحرس وحده على القائمة عوضا عن الحرس ككل. فكرة إزالة اسم الحرس الثوري لقيت معارضة داخلية كبيرة ومن الحزبين في تحالف نادر بين الجمهوريين والديمقراطيين. واعتبر البعض أن مثل هذه الخطوة ستمثل تهديدا لمصالح الولايات المتحدة في الخارج. الأعضاء الجمهوريون في مجلس الشيوخ وبعد عقد جلسة سرية في مارس مع المبعوث الخاص بشأن إيران روبرت مالي، أعلنوا رفضهم صراحة إزالة الحرس من قائمة الإرهاب، محذرين من عواقب الخطوة على حلفاء واشنطن. مراقبون قالوا إن إبقاء الحرس الثوري على اللائحة سيسمح للولايات المتحدة بضرب هذه القوات باعتبارها مجموعة إرهابية. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت اليوم أن ضرباتها على مواقع فصائل إيرانية في سوريا أسفر عنها مقتل 4 عناصر مع تدمير 7 قاذفات في شمال شرق البلاد، ردا على هجمات شنت أمس على قوات التحالف الدولي في قاعدتي كونيكو والقرية الخضراء. نقل البيان عن قائد القيادة المركزية الأمريكية مايكل كوريلا القول إن الولايات المتحدة سترد بشكل مناسب بشكل ملائم على الهجمات التي تستهدف جنودها، وأنه لا يمكن لأي مجموعة أن تهاجم القوات الأمريكية دون عقاب. وفي سوريا أيضا، غارات إسرائيلية في ريف حماة الغربي ب5 صواريخ على مواقع مستودعات فصائل إيرانية في تصعيد مستمر قبل إعلان محتمل للاتفاق. معنا من واشنطن أليكس فاتانكا، وهو مدير برنامج إيران في معهد الشرق الأوسط. أستاذ فاتانكا، أهلا بك في العربية 360.
لماذا تريد الولايات المتحدة إحياء الاتفاق؟ ما هي مصلحتها في ذلك ببساطة وباختصار وعلى حساب كل دول المنطقة؟ أعتقد أن موقف إدارة بايدن وهو نفس الموقف الذي تبنته إدارة أوباما التي وقعت الاتفاق الأول في عام 2015 هو واضح. هناك الكثير من المشكلات ذات الصلة بسلوك إيران داخليا وفي المنطقة، لكن ما تراه الولايات المتحدة كمسألة ملحة هو طبيعة البرنامج النووي الإيراني. ترغب الولايات المتحدة في حل كافة المشكلات في مفاوضات واحدة، لكن ذلك لن يحدث، وبالتالي هي تركز على البرنامج النووي لمنع إيران من الحصول على السلاح النووي. هذا ما تأمل الولايات المتحدة في تحقيقه. وإدارة بايدن تقول أيضا أن هذا الاتفاق في مصلحة كافة الشرق الأوسط وكذلك جهود منع الانتشار النووي عالميا. هل أنت مقتنع بذلك، بأن هناك ضمانات كافية بهذا الشأن، بأن إيران فعلا لن تتمكن من تطوير سلاحها النووي في ظل الاتفاق؟ تعلم أن ما ندركه أنه ليس هناك أي قيود فرضت على البرنامج النووي الإيراني الذي يمكن أن يزيد خطاه وبشكل واسع. إذن في العامين الماضيين وسعت إيران برنامجها النووي، واعتمد إيران على قدراتها الداخلية، وهنا تكمن المشكلة، وهي مشكلة يجب التركيز عليها. لكن السؤال الذي يطرح، هل يكفي ذلك؟ الجواب هو كلا. والإشكال هنا هو إشكال سياسي، لأن الأمر لا يقتصر على برنامج نووي في بلد واحد، وإنما برنامج نووي بأيدي نظام له سياسة خارجية، وهذا ما يخيف بلدان الجوار. وبالتالي فإن دول الجوار تخشى كثيرا ما تقوم به إيران. لذلك ألم يكن بإمكان الولايات المتحدة باعتقادكم أن تفعل المزيد، أن تفرض المزيد في مثل هكذا اتفاق، كأن يشمل مثلا تحجيم نفوذ ميليشيات إيران في المنطقة لضمان أمن حلفاء الولايات المتحدة، أم أنها لا تريد ذلك أصلا؟ لا أعتقد لوهلة واحدة أن الولايات المتحدة لديها مصلحة في رؤية إيران توسع نفوذها الإقليمي. هناك من يدافع عن هذه الفكرة، ولكن لا دليل يثبت ذلك. وأستطيع أن أقول أنه فيما يخص الولايات المتحدة فهي ترى أنه يمكن التوصل إلى حل دبلوماسي للملف النووي، وبعد ذلك قد يأمل الإنسان في أن ترغب إيران في بحث قضايا إقليمية أخرى، وهذا يتم من خلال مزيج من الحوافز والعقوبات، حيث إذا لم تقيد إيران سلوكها فهي ستواجه عقوبات، وربما هذا سوف يحقق نتائج. إدارة بايدن ترى ذلك، ولكن الكونغرس وأعضاء كثيرون منه لا يرون هذا الأمر ممكنا. ولكن البديل للدبلوماسية في الوقت الراهن فيما يخص البرنامج النووي هو الضربات العسكرية، والقليلون يرون أن هذا هدف واقعي على المدى القريب، وهذا أمر لا تهتم به الولايات المتحدة وإسرائيل. لا يمكن أن تنفذ الأمر بمفردها، وبالتالي لا أعتقد أن هذا سوف يحصل، والخيار العسكري يظل مطروحا على الطاولة، ولكن ننتظر رؤية نتائج هذا المسار الدبلوماسي. شكرا جزيلا على هذه القراءة، أليكس فاتانكا مدير برنامج إيران في معهد الشرق الأوسط من واشنطن، تحياتي إليك. تعود أزمة احتجاز هانيبال القذافي وهو نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في لبنان إلى الواجهة، ومعها طبعا لغز اختفاء مؤسس حركة أمل موسى الصدر. ففي تصريح خاص به العربية
كشف هانيبال القذافي أنه لا يوجد ما يؤكد اختفاء موسى الصدر في ليبيا، مؤكدا اختفائه في العاصمة الإيطالية روما. الابن الرابع للقذافي أوضح أن عبد السلام جلود كان مسؤولا عن ملف لبنان في ليبيا خلال فترة اختفاء موسى الصدر، مؤكدا أن جلود هو من استقبل الصدر في طرابلس قبل اختفائه. طبعا في حلقاتنا في الذاكرة السياسية مع عبد السلام جلود لم يعطي أي معلومات في هذا الشأن ذات قيمة. هانيبال القذافي قال إن والده لم يلتقي بموسى الصدر وكان حينها في سرت، مشيرا إلى أنه لا يملك أي معلومة لتقديمها بشأن اختفاء الصدر. نجل القذافي ذكر أنه رتب لقاءات للقاضي اللبناني حسن الشامي مع مسؤولين في فترة حكم والده، مشيرا إلى أن القاضي استمع لشهادات جلود ومسؤولين آخرين ولم يقدم له أي معلومة كذلك. وفي بيان أصدره هانيبال القذافي وحصلت العربية على نسخة منه، قال الرجل إنه رهن اعتقال سياسي وابتزاز، وأنه لم يحظى بأي محاكمة منذ عام 2016. القذافي سرد تفاصيل عملية اعتقاله قائلا إنه جرى اختطافه واحتجازه تعسفيا في سجن فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني، ومضت 7 سنوات بلا محاكمة عن واقعة دعي عليه فيها حين كان عمره فقط 2 عندما حصلت. هانيبال القذافي أشار إلى أن مجموعة من المجرمين يسمون بعلي وحسين وحسن يعقوب اختطفوه من داخل حدود سوريا وأدخلوه عنوة إلى لبنان وعذبوه في منزل شخص يدعى جعفر، وطالب بلجنة تحقيق خاصة من مجلس النواب اللبناني تعمل على إعداد تقرير شامل عن حالته ويقدم للجهات الدولية. كما طالب حركة أمل ورجال الدين الشيعة في العالم العربي، طالبهم باتخاذ موقف مما يحدث له. نستمع إلى الرئيسين الجزائري والفرنسي. في كل المجالات، وذلك تكريسا للتوجه الجديد الذي اتفقنا على ترسيخه، المبني على إقامة شراكة استثنائية شاملة في ظل مبادئ الاحترام والثقة المتبادلين وتوازن المصالح بين الدولتين. على الصعيد الثنائي قمنا بتقييم ما تحقق من أهداف إعلان جزائر للصداقة والتعاون بين البلدين الذي أبرم سنة 2012، حيث وقفنا على سبل تجاوز مختلف العقبات التي تواجه تجسيد تطلعات شعبينا وبلدينا في إرساء علاقات استراتيجية تكون في مستوى الإمكانيات الهائلة لبلدينا وتضمن الاستجابة للطموحات الكبيرة والمشروعة لشعبينا. وفي هذا السياق جددنا عزمنا على الدفع نحو تكثيف الجهود من أجل الارتقاء بعلاقاتنا وفق خطوات عملية مدروسة وبرنامج زمني محدد لتفعيل آليات التعاون وتعزيز الديناميكية الإيجابية في أفق الاستحقاقات الثنائية المقبلة، لا سيما اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى للسياشن واللجنة المشتركة الاقتصادية كوميفا والحوار الاستراتيجي الجزائري الفرنسي مع تكثيف وتيرة تبادل الزيارات على كل المستويات بين مسؤولي البلدين. ومن خلال هذا البرنامج نطمح إلى تكثيف التعاون العلمي والتكنولوجي والثقافي وتعزيز مستوى التبادل التجاري بين البلدين في ضوء الإصلاحات الوطنية الكبيرة
والرامية إلى تحسين مناخ الأعمال. لقد كان إذا مشاهدينا الكرام نكتفي بهذا القدر من المؤتمر الصحفي المشترك للرئيسين الجزائري عبد المجيد تبون والفرنسي مانويل ماكرون. تبون قال: جددنا عزمنا على الارتقاء بعلاقات التعاون المشترك في فرنسا، وسنتابع المزيد، نبقي عينا على هذا المؤتمر الصحفي وننقل لكم أهم ما يأتي فيه. في العربية 360 أيضا، وفد جديد من الكونغرس الأمريكي يصل تايوان في تصعيد للتوتر مع الصين، والجزيرة تعلن رفع ميزانيتها العسكرية ل 19 مليار دولار. أهلا بكم من جديد. بعد أسابيع قليلة من رفعه سن التجنيد القانونية، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يسمح لوزارة الدفاع بتجنيد 137 ألف عنصر جديد، مما يرفع تعداد القوات الروسية إلى أكثر من 2 مليون مقاتل، وهو ما اعتبره الخبراء إجراء يتعدى متطلبات الحرب في أوكرانيا. جيش 1,900,000 عنصر لم يعد يكفيه، وبوتين يسارع لإصدار مراسيم التجنيد. روسيا التي رفضت التعبئة العامة وأنكرت خوضها حرباً تجد اليوم نفسها بحاجة للمزيد من القوات العاملة استعداداً لما هو أسوأ. قرار بوتين يسمح بزيادة أفراد القوات الروسية بمقدار 137,000، وعلى وزارة الدفاع العثور على عدد الروس المؤهلين قبل بداية العام. خبراء أكدوا أن 10% فقط من القوات الروسية دخلت الأراضي الأوكرانية، أما الخسائر وإن أخفتها موسكو فهي لا تتجاوز 15,000 حسب التقارير الغربية المعتدلة، وهي أرقام وإن كانت ضخمة فهي لا تبرر توظيف المزيد من الجنود وتخصيص ما يلزمهم من ميزانية إضافية في عز الأزمة. المعارضة اعتبرت القرار غريباً، خاصة وأن روسيا تستفيد من قوات دونيتسك ولوغانسك ومعهما مجموعة فاغنر على الأرض، بل هي من تنفذ المهمات الصعبة، ومن المرجح أن عناصرها يشكلون أغلبية الضحايا. التوتر بين روسيا وحلف الناتو بلغ مرحلة لا عودة، والاستعداد ليوم المواجهة أصبح أولوية، ولم يثبت أن بلداً منعته الأزمة الاقتصادية من تطوير جيشه. دول أوروبية سارعت لتعزيز صفوف الحلف، ودول أخرى زادت من ميزانياتها وخصصت الملايين لتعزيز الشعور بالأمان. أحداث اليوم نسخة عن أسوأ مراحل الحرب الباردة، لكن المراقبين حذروا من كون النزاع الجديد بدأ ساخناً. حذر برنامج مراقبة الأرض التابع للاتحاد الأوروبي من تعرض عدد من دول الاتحاد لثلاثة أشهر أخرى من الطقس الحار والجاف. وقال البرنامج الأوروبي إن الطقس الجاف من المتوقع أن يستمر حتى شهر نوفمبر المقبل، خصوصا في إسبانيا والبرتغال. يأتي هذا مع توقع الخبراء بأن تشهد القارة أسوأ موجة جفاف منذ 500 عام. وفي الصين أدت موجة الحر إلى جفاف نصف الأراضي بحسب بيانات رسمية، ووصل الجفاف إلى أكبر نهر في الصين عدا عن عدد كبير من المجاري المائية التي تراجع فيها منسوب المياه بشكل خطير. 10 ملايين كيلومتر مربع نصفها جف أو مهدد بالجفاف، مساحات شاسعة وأرقام مرعبة كشفتها إدارة الأرصاد الجوية الصينية التي نشرت معلومات رسمية حول الجفاف الذي تتعرض له البلاد. انحسار دراماتيكي تشهده المسطحات المائية في الصين، فانخفاض منسوب نهر يانغتسي الأطول في الصين خفض مستوى المياه في البحيرات مثل بحيرة دونغتينغ التي تزود مناطق زراعية واسعة بالمياه. عوامل بيئية عدة ناتجة عن تغير المناخ تمهد لكارثة مستقبلية في الصين. موجة الحرارة التي سجلت مستويات قياسية أدت إلى أدنى هطول للأمطار منذ العام 1961 بحسب وزارة الموارد المائية. إشارات تشكل خوفاً حقيقياً على الزراعة وإنتاج الغذاء، لتصدر بكين تحذيرات من التهديد الذي يتعرض له محصول الخريف
خاصة الحبوب، والتي تمثل 75% من الإجمالي السنوي للصين. التراجع المرعب في مستويات نهر يانغتسي خلق نقصاً في القدرة الإنتاجية للطاقة الكهرومائية، والتي توفر ما يقارب 80% من إمدادات الطاقة في معظم المناطق الصينية. لتلجأ الحكومة إلى تخصيص 200 مليار يوان، أي ما يعادل 30 مليار دولار، لمولدات الكهرباء، و20 مليار يوان إضافية لإيجاد حلول قصيرة المدى لكارثة الجفاف، كالاستمطار الصناعي ورش المزروعات بعوامل الاحتفاظ بالمياه. وتعتبر الصين أن العشرة أيام القادمة ستكون مهمة لحماية محصول الأرز الذي يحتاج كميات كبيرة من المياه لإنتاجه، وتتم زراعته في أحواض مائية كبيرة. إيفا عمر، العربية. جفاف شديد وغابات تعود إلى الاشتعال بمجرد أن تنطفئ، ظواهر مناخية متطرفة، لكن التاريخ البشري يخبرنا أنها ليست المرة الأولى. لقد شاهد الإنسان أحداثا كتلك من قبل، بل وأسوأ منها في الواقع. دعونا نبدأ من مصر القديمة. قبل 4200 عام تقريبا من اليوم، حين كانت مملكة قوية مترامية الأطراف ومركزها نهر النيل، الذي كان يمد شريانا أخضر في منتصف منطقة شديدة الجفاف. تكشف النصوص القديمة أن المصري كان يعتقد أنه إنسان صالح إذا لم يلوث ماء النهر ولم يمنع الفيضان في موسمه، وأعطى الخبز للجوع وأعطى الماء للعطش. لكن جاء الجفاف الشديد الذي لم يكن بيد المصري أن يمنعه. تحولت السهول الخضراء إلى أرض صفراء. اكتشف العلماء وجود كمية فحم كبيرة في دلتا النيل تعود ل4200 عام، ما يدل على ذلك الجفاف الشديد. يعتقد أيضا أن هذا الجفاف والمجاعة التي لحقت به كانت من الأسباب الرئيسة لأفول الممالك المصرية القديمة ليسيطر عليها الرومانيون لاحقا. يقول التاريخ أيضا إن أوروبا تعرضت في عام 1540 لحدث مناخي ضخم، ارتفعت درجات الحرارة بنحو 7 درجات مئوية عن المتوسط الذي شهده العالم بين عامي 1966 و2015، تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة. ما حدث كان أصعب مما شهدناه في هذا الموسم، بل حتى إنه يعتبر مرجع الجفاف الأكبر الذي نستشهد به اليوم. النيران التي اشتعلت في أوروبا حجبت ضوء الشمس، جفت الآبار والينابيع، توقفت الطواحين عن الدوران حيث لا بذور، تضور الناس جوعا ومات نحو 500,000 شخص. بالطبع تتذكرون صور نهر الراين الذي انحسرت مياهه هذا العام. في هذه الفترة قبل 500 عام، يقول المؤرخون الأوروبيون إن الشخص كان يستطيع عبور أنهار الراين والألب والسن دون أن تبتل قدمه بالمياه. لنسرع التاريخ قليلا، حوالى 340 سنة إلى الأمام، في عام 1876 في شمال الصين، لم تشهد المنطقة قطرة من الأمطار لسنوات 3 متتالية. تقول الإحصاءات التقريبية إن 13 مليون شخص قتلوا بسبب هذا الجفاف. وإلى أمريكا في بداية 30ات القرن الماضي، حين كان الجفاف المعروف باسم وعاء الغبار من عام 31 وحتى 39، ضرب منطقة السهول الكبرى في وسط الولايات المتحدة وكندا. سحب ضخمة من الغبار حولت السماء إلى ظلام في عز النهار. لجأ السكان إلى الهجرة. مات 5,000 أمريكي حينذاك مع أكثر من 1,000 كندي. وإلى الصين مجددا في بداية 40ات، في مقاطعة خينان شرق البلاد، والتي تعد جزءا من سلة الخبز في البلاد، التي شهدت أسوأ حالات الجفاف منذ عقود. رياح شديدة وعواصف برد لينخفض إنتاج الغذاء إلى الربع، ومات حوالي 3 ملايين صينية. وبالانتقال إلى بريطانيا الآن، وفي عام 1976 كان الجفاف الشديد يضرب بريطانيا وإيرلندا.
سجلت الأمطار نصف معدل هطولها. كان الصيف الأشد حرارة في تاريخ بريطانيا حتى تم تجاوزه في بداية هذه الألفية. وبسبب الفترة القاسية أقر البرلمان قانون الجفاف لتقنين استخدام المياه، بل وتم تعيين وزير باسم وزير الجفاف. وصلت خزانات المياه إلى معدلات متدنية قياسية. اشتعلت حرائق الغابات والمحاصيل. تم تقدير الخسائر بنحو نصف مليار جنيه استرليني بدون تعديل معدل التضخم. كما كشفت بريطانيا بعد ذلك عن زيادة كبيرة في معدلات الوفيات في تلك الفترة. إذن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقول إن إرادتنا اليوم هي بناء المستقبل مع الجزائر بعد ماض مؤلم ومعقد. والرئيس الجزائري يرحب بالمحادثات البناءة والواعدة كما يسميها مع نظيره الفرنسي. نتابع في موضوع التغير المناخي من القاهرة دكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة. أهلا بكم معنا دكتور في العربية 360. في الحقيقة السؤال الأساسي الذي نريد أن نركز عليه لكي نفهم ويفهم المشاهد الكريم، الكل كان يعتقد بأنه هذا الموضوع تراكمي، بمعنى أنه إذا أبقينا على كل المعدلات القائمة حاليا من استخدام النفط والانبعاثات الكربونية وإلى ما هنالك من أسباب وعوامل، سنصل إلى ما لا يحمد عقباه. بينما يقول لنا التاريخ كما استعرضنا قبل قليل بأنه هذا كان حاصل من قبل، لا بل وقبل آلاف الأعوام، ثم تغيرت الأمور وعدنا الآن لنتحدث عنها مجددا وبمستويات أقل. كيف يمكن فهم ذلك لو سمحت؟ أولا مساء الخير على حضرتك، وأحييكم على هذا التقرير اللي مختص ببعض السنوات. احنا عمر الإنسان، احنا بنتكلم يعني في عدة مئات من الآلاف السنين، على الأكثر مليون سنة، فاحنا لم نشاهد ظواهر مناخية عديدة حصلت على مدار تاريخ الكرة الأرضية. صحيح. ولكن فقط في المية والمئتين سنة كما حضرتك ذكرت في التقرير، هناك فترات بتحدث فيها جفاف شديد، ويمكن في أوروبا كان هناك جفاف شديد سنة 1921، يمكن الجفاف الحالي يضاهي هذا الجفاف. وربما هناك موجات جفاف تحدث كل 500 سنة كل 1000 سنة، لكن ليس لدينا تسجيلات دقيقة. حتى احنا شفنا منذ عامين فترات فيها أمطار غزيرة وفيضانات، يمكن شفنا في ألمانيا انهيار أحد السدود الصغيرة منذ عامين وضحايا عديدة، شفنا في الصين السد الأشهر على مستوى العالم وهو سد الخوانق الثلاثة ثري جورجز دام، وهو مملوء وكان معرض للانهيار منذ يعني أقل من عامين. وحتى في أمريكا اللي بتشهد فيها بعض الولايات حاليا جفاف، لسه من عدة أسابيع كان هناك فيضان في ولاية كنتاكي وراح ضحيتها حوالي 25 شخص. الآن أيضا في يعني هذا الموضوع شرق القارة الإفريقية بعيدا عن الأمثلة. شكرا جزيلا. أمثلة لا هنا الموضوع بها. بس الموضوع صار كأنه التغير المناخي شماعة يلصق بها كل شيء متعلق بالمناخ، وأحيانا لا يكون له علاقة بالأخطاء البشرية الممارسة من خلال التعامل مع كوكبنا. هذا صحيح، أصبحت كلمة التغيرات المناخية شماعة نعلق عليها أي شيء مختلف. إذا ارتفعت درجة الحرارة نذكر على طول التغيرات المناخية، إذا زادت الأمطار نذكر تغيرات مناخية، إذا قلت الأمطار نذكر تغيرات مناخية. حتى في نفس المنطقة، يعني عندنا إحنا شفنا على مدار التاريخ حتى في مصر من قصة سيدنا يوسف عليه السلام عندما ذكر 7 سنوات السمان والسبع سنوات العجاف. في سنوات السمان معناها أمطار غزيرة وفيضانات، في ذلك الوقت كان ممكن يقولوا تغيرات مناخية، وبعدها مباشرة يبقى في سنوات جفاف شديدة وبرضه يبقى تغيرات مناخية. التغيرات المناخية بتمتد
مئات السنين وليس لسنة أو اثنين أو ثلاثة ثم يختلف الوضع تماما. وشفنا في مصر الشدة المستنصرية، وشفنا في الثمانينات القرن الماضي، شفنا في شرق أفريقيا جفاف شديد، يمكن اللي حمى مصر كان السد العالي، وبعدها حصل فيضان هو الأكبر في المئة سنة الأخيرة، فيضان سنة 88. فإذا هذه كلها عبارة عن تقلبات مناخية. أوروبا نفسها الآن بتشهد جفاف، ربما السنتين ثلاثة القادمين هيبقى فيهم فترات أمطار أخرى، وبيحصل فترات جفاف كل ثلاث أو أربع سنوات، وممكن يحصل فترة جفاف كل مئة سنة تكون شديدة للغاية. إحنا شفنا أيضا من حوالي شهر أو شهرين في أفغانستان وباكستان، ولما حصل زلازل كانت هناك أمطار وفيضانات كبيرة في هذه المناطق. فإذا هذه تقلبات مناخية بتحدث على مستوى العالم من فيضانات ومن جفاف. كمية المياه على سطح الأرض كمية ثابتة، اللي بيحصل إذا زادت الأمطار في مكان يبقى لازم هتقل في مكان آخر، لأن الكمية على السطح ثابتة، وبالتالي لا نعلق كل شيء على أنه تغيرات مناخية. جميل، طبعا الحديث يطول في هذه المواضيع ولنا لقاءات أخرى إن شاء الله، ولكن شكرا جزيلا على هذه القراءة المهمة الليلة معنا دكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، تحياتي إليك. أكدت الصين أن زيارة وفد جديد من الكونغرس الأمريكي إلى تايوان تؤكد أن واشنطن لا تريد الاستقرار في المنطقة. يأتي ذلك بعد أن وصلت السناتور الأمريكية مارشا بلاكبيرن إلى تايوان في زيارة جديدة قد ترفع التوتر بين الولايات المتحدة والصين. يتزامن ذلك مع قرار رئيسة تايوان رفع ميزانية الدفاع العسكرية إلى 19 مليار دولار أمريكي بزيادة نسبتها 13% عن العام الماضي. وأكدت تايوان أن معظم الميزانية ستخصص لشراء طائرات مقاتلة. يبدو أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان أعطت الصين مبررا مقنعا شعبيا على الأقل للتصعيد مع الجزيرة المتمردة على سياسة صين واحدة. فمنذ 2 أغسطس الجاري، أي حين زارت بيلوسي الجزيرة، تعمل الصين على شحذ قدراتها على محاصرة تايوان، ما يمنح بكين خيار قطع الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي عن العالم الخارجي تماما. لعقود من الزمن وجهت بكين أنظارها نحو تايوان وأسست جيش التحرير الشعبي بهدف الاستيلاء عليها إذا فشلت جهود التوحيد السلمي. حدثت الصين في سنوات الرئيس تشي جين بينغ قواتها وطورت أكبر قوة بحرية في العالم، والتي تتحدى الآن التفوق الأمريكي في البحار المحيطة بتايوان. ورغم أن الصين لا تزال تفتقر على الأرجح إلى القدرة على غزو تايوان بسرعة والاستيلاء عليها، إلا أنها قد تحاول فرض حصار لإجبار الجزيرة على تقديم تنازلات أو تمهيدا لعمل عسكري أوسع وفق صحيفة نيويورك تايمز. تفاصيل حصار الجزيرة المتمردة مع سكانها البالغ عددهم 23 مليونا حتى تخضع تدخل فيها عدة سيناريوهات عسكرية، سيبرانية، مادية واقتصادية. جغرافية تايوان تجعلها عرضة للحصار، يتركز سكانها وصناعتها وموانئها على جانبها الغربي الأقرب إلى الصين، وبالتالي يمكن لبكين أن تفرض حصارا بإرسال سفن وغواصات لمنع هذه السفن من دخول أو مغادرة موانئ تايوان. كذلك يمكنها استخدام الطائرات الحربية والصواريخ للسيطرة على المجال الجوي، وفي أفضل الأحوال الحصار المحدود سيكون من شأنه أن يهدد أحد أكثر طرق التجارة ازدحاما في العالم. يذهب جزء كبير من حركة الشحن في مضيق تايوان إلى موانئ كاوتشيونغ وتايتشونغ في غرب الجزيرة. التدريبات العسكرية الصينية هذا الشهر لم تكن حصارا في الغالب، بل كان القصد منها ترهيب تايوان والولايات المتحدة.
كما أظهروا كيف تحاول الصين تطبيع وجودها في المناطق القريبة من تايوان، ما يزيد من خطر نشوب صراع. فالصين تمتلك مجموعة من القواعد البحرية والجوية على ساحلها الشرقي المقابل لتايوان، ويمكن للجيش الصيني أيضا محاولة إسقاط طائرات العدو المفترض بصواريخ أرض جو، أو حتى ضرب القواعد الأمريكية في غوام واليابان. في كتاب علم الاستراتيجية، وهو كتاب رئيسي لضباط جيش التحرير الشعبي الصيني، لم يتم ذكر تايوان، لكن الهدف واضح. يصف الكتاب الحصار الاستراتيجي بأنه طريقة لتدمير الروابط الاقتصادية والعسكرية الخارجية للعدو، إضافة إلى تقويض قدرته التشغيلية وإمكاناته القتالية، مع تركه معزولا وبدون مساعدة. الصين تخلق أمر واقع جديدا حول الجزيرة المتمردة. منذ بداية الشهر أرسلت أكثر من 600 طائرة عسكرية للتحليق في المجال الجوي بالقرب من تايوان، ولكن لطالما قال قادة الصين أنهم يريدون استيعاب تايوان سلميا. ومع ذلك، وفي ظل تزايد قلق بكين بشأن تايبي وبشأن ردع واشنطن عن دعم الجزيرة، تكثف عروض القوة. وبالتالي حتى لو لم يكن هناك أي طرف يريد الحرب، فهناك خطر متزايد من مواجهة قوة عظمى قد تؤدي في النهاية إلى تدمير تايوان. في العربية 360 أيضا، لاتفيا تهدم نصبا تذكاريا يعود للحقبة السوفيتية في خطة للتخلص من الإرث. أهلا بكم من جديد. شهدت إنجلترا وويلز زيادة في نسبة الجرائم منذ رفع جميع قيود كورونا وعودة الحياة إلى طبيعتها، وحذر عمدة لندن من تزايد جرائم العنف في العاصمة وسط أزمة غلاء المعيشة، فعمليات السطو والسرقة والطعن تتصدر أنواع الجرائم الأخرى في البلاد. مصطفى زارو. تبادل إطلاق نار انتقامي في مدينة ليفربول أودى بحياة فتاة في 9 من العمر وأصاب والدتها والمستهدف. جريمة تعكس الارتفاع الملحوظ في عدد الجرائم في البلاد إلى مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا، بتسجيل أكثر من 6 ملايين جريمة بمختلف أنواعها وفق إحصائيات رسمية خلال عام. في هذه المنطقة بليفربول بالتحديد سجلت 3 جرائم قتل خلال 10 أيام، وفي شارع أوكسفورد حيث نوجد هناك عصابات تستهدف محال تجارية لسرقة البضائع. وإن كانت جرائم الأسلحة النارية قليلة نظرا للقوانين البريطانية الصارمة لامتلاك الأسلحة، فإن جرائم السطو والسرقة والقتل باستخدام السكاكين والأدوات الحادة الأخرى والاغتصاب والاحتيال والعنف المنزلي ارتفعت بشكل كبير في ظل أزمة معيشية تدفع الأشخاص اليائسين إلى السرقة بأساليب ومعدلات غير مسبوقة لممتلكات قابلة للبيع بسرعة مثل المجوهرات والإلكترونيات. على الناس أن يتخذوا بعض الإجراءات المنطقية، خصوصا وأن عددا من الأشخاص تم استهدافهم لحيازتهم ساعات ثمينة مثل رولكس. أنصح بعدم ارتداء مجوهرات واضحة للعيان وتأمين حقيبتك بجانبك، فهذه نصائح بسيطة يجب اتباعها حتى لا تقع ضحية. عمدة لندن صادق خان الذي حذر من تزايد العنف ومعدل الإجرام في العاصمة بسبب أزمة غلاء المعيشة، طالب الحكومة ببذل المزيد لمساعدة الناس ومشاركتها في بناء مجتمع أكثر عدلا وأمانا. تدرك الشرطة التي تعاني من نقص في كوادرها مدى الرعب والآثار النفسية التي تخلفها الجرائم على الضحايا، وتتعامل مع كل جريمة حسب خطورتها وأولوياتها، لكن العديد من هذه الجرائم أدلتها غير كافية لتقديم الجناة إلى العدالة. مصطفى زارو، العربية، لندن.
قرابة الأسابيع الثلاثة مرت منذ تفتيش منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دون أن يسجل ظهورا علنيا مكثفا. صحيفة بوليتيكو حاولت تتبع كيفية إمضاء ترامب لوقته بعد تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزله في فلوريدا. الصحيفة قالت إن ترامب عمل في الغالب من مكتبه في نيوجيرسي، حيث عقد اجتماعات مع مساعديه ومحامين، كما ظهر في حملة جمع تبرعات سياسية لمرشحين جمهوريين في الانتخابات النصفية بالولاية. بوليتيكو ذكرت أيضا أن ترامب استضاف مأدبة عشاء للمشرعين الجمهوريين للاحتفال بهزيمة عضو الكونغرس ليز تشيني في الحزب في ويومينغ. مسؤولون في الحزب الجمهوري وشخصيات التقت ترامب قالوا إن الرئيس السابق محبط بسبب التحقيق، لكنه مرح ويعتقد أنه لا يتعرض لتهديد قانوني. صحيفة نيويورك تايمز بدورها حاولت تفكيك ما أسمته بلغز احتفظ به الرئيس السابق دونالد ترامب، أي الوثائق السرية في منزله بفلوريدا. هذه الوثائق التي صادرها مكتب التحقيقات الفيدرالي أنهت ما يقرب من عام ونصف من الاحتفاظ بها في منزل ترامب. نيويورك تايمز وضعت احتمالات حول سبب رفضه تسليم الوثائق. من بين الاحتمالات لنرى ما تحدث عنه مساعدو ترامب في البيت الأبيض حول اهتمامه الكبير بالمواد المثيرة التي يمكنه الوصول إليها كرئيس للبلاد. ففي إحدى المرات نشر ترامب على تويتر صورة تظهر فشل إطلاق صاروخ إيراني، وأعرب عن سعادته للوصول لهذه الصورة التي تظهر فشل إيران. احتمال آخر هو رفض ترامب المستمر خلال رئاسته لأي محاولات لفرض قواعد أو لوائح على البيت الأبيض، بما في ذلك سرية الوثائق. صورة اليوم في العربية 360 من مدينة أولدنبرغ الألمانية للمستشار الألماني أولاف شولتز. الصورة التقطت خلال زيارة شولتز لمصنع أسلحة، حيث صعد على مدفع مضاد للطائرات ألماني الصنع يطلق عليه اسم جيبارد، وهو من الأسلحة التي تعهد بتقديمها لأوكرانيا. وتصريح اليوم في العربية 360 هو من اليابان لقائد الشرطة الوطنية اليابانية الذي أعلن استقالته إيتارو ناكامورا، الذي قال إنه كانت هناك أوجه قصور في الخطط الأمنية وتقديرات المخاطر، الأمر الذي أدى لنجاح عملية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق شينزو أبي. يضيف ناكامورا أن جذور المشكلة تقع في النظام الحالي المعمول به، ولذلك قرر تقديم استقالته. فيديو اليوم من العربية 360 هو من عاصمة لاتفيا ريغا، حيث هدمت السلطات اليوم نصبا تذكاريا يعود إلى الحقبة السوفيتية. كان النصب التذكاري يرمز إلى تحرير السوفيات للاتفيا من النازية، لكن البرلمان قرر إزالة الرموز السوفيتية بحلول نوفمبر بسبب حرب أوكرانيا، ورغم رفض الأقلية الروسية في لاتفيا لهذا الإجراء. ختام العربية 360 بملفاتها وأخبارها، ولكن أخبار الساعة لا تنقطع مع صهيب شراير بعد قليل. مساء الخير صهيب، ماذا لديك؟ مساء الخير طاهر. سنتابع جديد المشاورات الإسرائيلية الأمريكية. على ما يبدو الإسرائيليون مصرون على إقناع الأمريكيين بعدم العودة إلى الاتفاق النووي. سنتابع مع مراسلينا من واشنطن وتل أبيب.
تمام معك، تفضل.